بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكل سادة مشاهدينا في كل مكان، وحلقة جديدة إن شاء الله نستمتع بيها من خلال برنامج المطعم. هنقدم النهاردة جاتو نعمله بطريقة بسيطة وسهلة. سبونج شوكولاتة، فرخ أبيض، فرخ شوكولاتة، نشوف هنطلع منهم أشكال قد إيه، ونقدر نعملهم بكريمة ونعمل منهم أشكال بسيطة جدا وسهلة. نركز في المقادير ونشوف هنقدر نعمل حاجة زي كده إزاي. طلب منا كتير ونقدر ان احنا نعمله في البيت بابسط الطرق، فالامكانياته سهله جدا لكن هو محتاج صنعه عشان يطلع معاكي مظبوط. بنسهل على بعض اكتر. اللي انا هعمله في صاجات مش هعمله في صواني وبعد كده هقطع والكيكه تهبط من النص والجو ده، لا هنعمله في صاجات وهنطلع كل حاجه قدامك بفضل الله على الهواء ان شاء الله. استنى اسئله او اي استفسارات. بالنسبه للبرنامج ارقامه مختلفه عن ارقام المسابقه. أرقام البرنامج 1710 من أي تليفون محمول، 09910 من أي رقم أرضي. وبعد كده عندنا أسئلة المسابقة، يبقى دي بالنسبة للأرقام، وفي رقم دولي برضو أستاذ حمدي عايزين ننزله لو حابين تواصلوا من خلال إن شاء الله الإخوة المتواجدين خارج مصر لو حابين اللي هم يتواصلوا من خلاله. طيب خلينا نشوف عندنا الحاجة التانية بإذن الله اللي هنبدأ نعملها مع بعض. في الاسبونج وبعد كده عندنا الكريمة وعندنا الفاكهة اللي احنا هنبدأ نزين بيها في الآخر. عندنا المسابقة الموجودة، مسابقة برنامج المطعم، إن شاء الله المتسابقة تبقى موجودة معانا، اللي كسبت معانا من عين شمس هتبقى موجودة بإذن الله معانا بكرة وهتستلم الغسالة. لكن الجائزة الجديدة الموجودة دلوقتي في البرنامج هي البوتاجاز الخمسة شعلة اللي قدام حضرتك، تقدري تحصلي عليه. في ناس بتتصل مرة وتكسب، ناس بتتصل خمس مرات وتكسب، ما لهاش قاعدة، هي في الأول وفي الآخر ده نصيب. الناس اللي بتتصل تقول أنا بتصل كتير وما بنكسبش، ده في الأول وفي الآخر ده نصيب من عند ربنا سبحانه وتعالى. في ناس بتتصل مرة بتكسب، ناس بتتصل مرتين بتكسب، ثلاثة بتكسب، حسب نصيبها. لو لها نصيب، لو ليكي نصيب في حاجة بتاخديها. السؤال بيقول على البوتاجاز اللي قدام حضراتكم ده لاختبار صلاحية البيض، نحطه في ايه؟ واحد مية ولا ليمون ولا ثلاثة خل؟ من اي موبايل؟ واحد ثلاث سبعات من اي رقم ارضي؟ 09937. ده بالنسبة للسؤال الخاص عندنا بالبوتاجاز بتاعنا. طيب خلينا نشوف بقى المقادير بتاعتنا هنبدأ ازاي. هعمل ابيض وهنعمل شوكولاتة، هعملينه ببيض، هعملينه بالكوباية. هو المشكلة في ناس تقول لك ايه بقى، احنا كنا زمان كنا شغالين بالكيكة الاسفنجية، كنا شغالين منها من غير محسن تطلع مظبوطة. طب المحسن الجل ده ايه فايدته؟ لا هو بينعم الكيكة كويس جدا، بتحطيه بكمية معينة، بتحطش كمية كبيرة. تاني حاجة بيخلي لك الكيكة طرية معاك على طول. كل المحلات شغالة بالمحسن، سواء في منه باودر وفي منه جل. يعني لو شكاير اللي هي الباودر اللي انتوا بتشوفوها الباودر ديت بتبقى فيها محسنات على فكرة مبدئيا، بس اللي هي مثلا يقول لك النص كيلو عليها ست بيضات، ما عليها محسنات بس ايه بنسبه معينه، ده اللي بنتكلم فيه. كل حاجه بتتطور في الدنيا، مش هنحط حاجه وتبقى فيها ضرر، ما فيهاش اي ضرر خالص. طب المحسن ده بيجي منين؟ من عند العطار، هتلاقيه موجود، هتجيبي منه معلقه صغيره جدا ونحطها على الاسبونج بتاعنا، وده بينجحه جدا 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 بدرجه 99%. طيب تعالوا نشوف مقاديرنا عبارة عن ايه بالنسبة للأبيض. خمسة عدد بيض، كوباية وربع من السكر، اتنين باكو فانيليا، معلقة كبيرة من المحسن الجل، كوب ربع من الدقيق، ربع باكو من البيكنج باودر، وعندي ربع كوباية من المية. سهلة قوي. طيب خلينا نشوف أول حاجة هنعمل ايه. عندي هنا هحط في العجان خمس بيضات، وقلت لك قبل كده طالما في محسن هنحط كله على بعضه، وبعد كده كوباية وربع من السكر، احط عندي ادي المعلقة اهيت من المحسن الجل، بعد كده بقوم واخد عندي كوباية وربع من الدقيق، سنة بسيطة جدا من الفانيليا، ربع باكو من البيكنج باودر. حلو الكلام. طيب اقوم مشغل الكلام ده كله مع بعضه، وبعد كده بقى ابدا احضر ربع كوبايه ميه عشان اضيف عليها واحده واحده.
بصينا هنا للعجان هتلاقي بدأ اللي هو يمتزج مع بعضه قدام حضرتك اهي. تمام اهو. طيب بقوم عامل ايه بقى؟ ببدأ اعلي السرعه عليه، وانا بعلي السرعه بتاعتي ببدأ انزل بالميه واحده واحده، اللي هي ربع كوبايه ميه. البوتاجاز بيتحرك. أنا عارف. تمام قدام حضرتك اهيت. بصي ايه رأيك؟ حاجة ممتازة، بس هسيبه كمان يضرب شوية. هننزل اهوت ونبدا نضرب، واجيب عندي بقى هعلمك ازاي تحط ورقه زبده بالمظبوط على الصاج. تعال نشوف نتعلمها ازاي واحنا بنخفق الحاجه زي كده. اول حاجه بجيب عندي صاج، تمام، واقوم جايب نقطتين زيت، واقوم واخد فرشه واقوم داهن اهو. نقطتين زيت بس. جميل جميل. بقوم وجايب عندي الرول اللي هو الزبده، ونفرد كده اهو، دي كده، واقوم حاطط الصاج هنا كده واظبط بالظبط، تمام، واقوم جايب على اخر الصاج ده اهو واقطع. جميل. واقوم شايل الصاج ده اهو، واقوم جايب عندي ورق الزبده حطه هنا. بالظبط. تمام. على فكره من عوامل نجاح الحاجه اللي انت تقدري تظبطي ورقه الزبده مظبوطه. ليه بقى؟ لان حضرتك لو هي قليله وجيتي حطيتي الاسبونج ودخلتيه الفرن وجيتي تقلبي هتلاقيه بيتكسر منك من الحته اللي ما فيهاش ورقه زبده، فلازم تكون بالظبط كلها مظبوطه وما يكونش في ورقه زبده طالع بره الصاج. ما ينفعش، لازم كل حاجه تبقى مظبوطه ومحكومه كويس عشان لما تيجي تطلعي الكيكه الاسفنجيه من جوه الفرن تطلع معاك ان شاء الله ما فيهاش اي مشكله. بص بقى الكلام الجامد ده عامل ازاي. تمام. لو ما فيش محسن كيك مش هينفع حضرتك يطلع كده، لازم تضربي البيض والسكر الاول مع نفسهم، وبعد كده الفانيليا، وبعد كده تحط الدقيق والبيكنج باودر اخر حاجه. ايه يا اسطى حمدي؟ ام خالد ازيك؟ ازيك يا شيف محمد؟ ازيك يا ام خالد؟ عامل ايه يا باشا؟ الحمد لله يا ست الكل، ازي حضرتك؟ منور الشاشة والله، ربنا يبارك فيك. ربنا يكرمك يا ست الكل والله، ده من ذوقك. اتفضلي. انا بشكرك على كل حاجة بتعملها والله يا شيخ محمد. ربنا يخليكي لينا يا ست الكل، الله يخليك يا ام خالد. ربنا يبارك فيك يا ابني يا رب. ربنا يحفظك يا ست الكل. ويخلي لك ولادك ويخليك لاولادك. ربنا يخليكي لينا يا فندم، اشكرك. اشكرك. الله يخليك يا رب. تسلمي، كل سنة وحضرتك طيبة. يا رب يخليك. الله يخليك يا فندم، مالكيش أي سؤال؟ لا لا لا، انت مش مخلينا محتاجين حاجه والله. شكرا يا فندم، اشكرك. اشكرك. شكرا يا فندم، مع السلامه. مع السلامه يا فندم. بجيب عندي سباتيوله كده اهو، وببدا ان انا افرد كله يبقى مقاس واحد. والفرد خليه كده ايه بمعلمه كده، يبقى كله مقاس واحد، ما تبقاش مثلا جزء رفيع وجزء تخين، فده مش هيبقى كويس. عشان كده دي اسمها الاسباتيول الستانلس، اللي هو اللي انا بفرد بيه ده اهو، يقعد معاك سنين، يقعد معاك العمر كله، ما فيهوش اي مشكله خالص، تقدري تجيبيه وتفردي بيه كده اهوت، هتلاقي الموضوع سهل. تمام. ادي اول واحد اهوت الابيض كله مقاس واحد بالظبط. طيب خلينا ناخد عندنا هو الخمس بيضات دول بالمحسن هيجيبوا لنا مقادير صاجين اتنين 30 سنتي في 40 سنتي. أهم حاجة بقى في الموضوع كله
اللي الفرن يكون مظبوط على درجة حرارة كام؟ 180. لكن لو كيك محطوط في كيك وبتاع كده وصينية، لا الموضوع هيختلف، هيحط على درجة حرارة 170. حط عندي اهوت، بقيت الكيكة بتاعتنا وهنبدأ نفردها. تمام يا أستاذة منة. لو سمحت عايزة أعرف طريقة. أيوة منة سامعك. بسم الله الرحمن الرحيم. معلش يا منة، اتصل بينا تاني يا منة. افرد اهو، يبقى كده الصاجين 2 30 في 40 بمقادير ايه؟ بمقادير الخمس بيضات، كوبايه وربع سكر، كوبايه وربع من الدقيق، معلقه كبيره محسن كيك، ربع باكو من البيكنج باودر، وشويه فانيليا صغيرين، يعني باكون 2 حلوين. تمام اهو خلصت كده اهو. تمام ابدا ان انا اخد عندي الفرن اظبط على درجه حراره. فانا وطيت خلاص اهوت، حمدي الله يكرمك. نظبط دهين اهو، واجيب عندي ايه صينيه حلوه دي، احطها هنا كده، ما تخليهاش ايه مباشره يعني للفرن تحت يفضل يعني. فبجيب عندي الصينيه بقوم بعلي بيها كده، واقوم جايب عندي ده. يا ام علي ازي حضرتك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ عامل ايه يا استاذ؟ اهلا وسهلا يا فندم. الله يبارك فيك يا رب ويسترها معاك. الله يحفظك يا ست الكل ويحسن ما بين ايديك يا رب. يا رب يكرمك يا ست الكل، والله تسلمي. الله يخليك. عايز اسال عن مكرونه بشاميل معلش. حاضر يا فندم من عينيا. حاجه تانية؟ الله يبارك لك. الله يبارك لك ويحسن ما بين ايديك يا الله رب. الله يخليك يا فندم. الله يخليك يا فندم. حضرتك انت بتجيبي الكيس المكرونه القلم، وبتبداي ان انت تحطي ميه سخنه على النار، شويه زيت صغيرين، معلقه صغيره، سنه ملح بسيطه، ويبداوا يغلوا. تحطي المكرونه 5 دقائق بعد ما الميه تغلي، تقومي حطاها 5 دقائق بالظبط، تقومي شايلاها مصفياها من الميه، وبعد كده تبرد عليها بشويه ميه، ويفضل تبردها على الرخامه من غير ما تبرديها على الميه. لو هتقعديها فتره في الثلاجه ولا حاجه، لو هتاكليها في يومها بتبرديها بميه. وبعد كده بتبداي تعملي لها صوص البشاميل اللي هو 3 معالق زبده، وبعد كده 3 معالق من الدقيق، الزبده بتسيح، وبعد كده بتحط الدقيق، بتحط نص باكو نص مكعب مرق، وبعد كده بتقوم حاطه لتر من الحليب. ولو عايزه تخليها طعمها افضل بتحط لها معلقه جبنه كريمي، وتقولي تقلبي الخلطه دي كلها مع بعضها لحد ما تتقل على نار متوسطه، مش نار عاليه عشان ما يشطش من تحت. تحط شويه ملح وشويه فلفل، يفضل تكوني غاليه الحليب. اللحمه بتعصجيها، بتبداي تحطي طبعا شويه بشاميل في البوله زي ديت، حطي معاها المكرونه، شويه لحمه مفرومه تقلبيهم، وتحطي طبقه من تحت من البشاميل، تحطي طبقه من المكرونه واللحمه المفرومه، تحطي تالت طبقه المكرونه، وبعد كده تحطي عندك البشاميل، وبعد كده الجبنه لو حضرتك حابه تحطي جبنه تشيدر او جبنه موتزاريلا مفيش مشكله، وتدخليها الفرن. خلينا نعمل الشوكولاته ازاي هنعملها. بقوم جايب ايه بقى؟ نفس الكلام، انا مش هعمل في عجان، هنشتغل عندي في مضرب سلك كهربائي اللي هو اللي قدام حضراتكم ده. تمام؟ حبيبي يا حمدي، احط عندي 5 بيضات. تمام؟ طيب وناخد الاستاذه هاجر الاول. استاذه هاجر. الو. ازيك يا استاذه هاجر؟ الحمد لله كويس، ازيك يا شيخ؟ الحمد لله تمام، ربنا يخليكي. يا الحمد لله كله زي الفل، ربنا يعزك. لو سمحت كنت محتاجه رقمك. حاضر اخير ان شاء الله، من عينيا الاثنين. خليكي مع الاستاذه رغده ان شاء الله تديهولك. شكرا. هنا بقى بقوم حاط عندي السكر، المقادير نزلت حمدي بتاعت الشوكولاته. يلا يا فيش اتفضل. احنا شغالين بيها اهوت، بنبدا نحطها نفس الابيض، بس هشيل نسبه من هشيل نسبه اهو، كوبايه وربع اهو من السكر، وبعد كده اقوم حاطط عندي الفانيليا، معلقه يا باشا اهيت من المحسن. تمام، كام كوبايه من الدقيق، ربع كوبايه من الكاكاو الغامق،
ربع باكو من البيكنج باودر. وعلى فكره لو عايزه تظبطي المعادله ديت سنه ملح بسيطه جدا. جميل. طيب بقوم واخد عندي الكلام ده كله وببدا عندي بالخفق، وبرضه نفس اللي انا عملته هكرره اللي هو ايه، اللي هو وانا بخفق ببدا اللي انا احط عندي، هجيب عندي ربع كوبايه الميه وابدا اللي انا اخفقه. بسم الله الرحمن الرحيم. لو نبص عندي على الاسبونش يا حمدي برضو واحنا شغالين خفق كده، الاسبونش الفانيليا اللي هو في الفرن، ونشوف المراحل بتاعته وهو بيطلع معايا قدامي كوات على الصاج. مجرد ما يبدا يعمل تحس اللي هو عامل زي موج البحر كده، يبدا ايه يكرمش كده من فوق، تعرفي اللي هو طالع مظبوط بفضل الله 100%. الكرمشه اللي فوق الاسبونش ديت بتعرفي اذا كانت ناجحه ولا مش ناجحه. لو طالع ناعم من فوق قوي يبقى في مشكله، هيطلع مكتوم منك. لكن لو طالع مكرمش كده من فوق تعرفي ان شاء الله هيطلع مظبوط، ان شاء الله ما فيهوش اي مشكله. اهو احط عندي الميه بقى وابدا انزل كده بالميه. يا مدام هدى ازيك؟ صباح الخير يا شيخ محمد. يا صباح الفل، ازاي حضرتك؟ ازيك يا حبيبي، عامل ايه، اخبارك؟ اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بيك، تسلم ايدك على كل اللي بتعمله والله. ربي يحفظك يا رب. جزاك الله خيرا. جزانا واياكم يا فندم، ربنا يخليك. ربنا يبارك لك ويديك الصحه ويخليك لاولادك يا رب. شكرا يا فندم، ربنا يخليك. بص بقى انا زعلانه منك للمره الثالثه. ليه كده طيب؟ لان انا سبت تليفوني 3 مرات، انا مش عايزه حاجه، انا بس كنت هسالك على حاجه والله، وما ينفعش اسالها لك على الهواء يعني. والله حصل المره اللي فاتت ظرف طارئ وحصل مشكله كبيره بعد ما خلصنا، للاسف كانت معايا انا وما عرفتش ان انا اخد التليفون. ما مشغول بصراحه لا كنا بنعمل نسخ وكده وكان في حاجه كده حصلت، فانا للاسف ما عرفتش اخد التليفون. فمن عينيا للتاني المره حاضر النهارده ان شاء الله. ضروري الله يبارك لك يا ابني. والله حاضر، والله حاضر. حاضر يا فندم. الله يخليك. خدي ونبقى ايدك يا حبيبي. ربنا شكرا. شكرا يا فندم، وربنا يخليك يا فندم. الله يخليك، مع السلامه. المشكلة مش المشكلة اتخانقنا يعني، لا ده مشكلة يعني حاجات في النسخ عايزين نعملها والفرن والحاجات دي كلها، فبس يعني كنا عايزين نعمل حاجات واتأجلت فقعدنا فترة أكبر. بص بقى الكيكة الاسبونش عامل ازاي؟ نقلب. طبعا هو الفكره كل ما تتدفقي فيها كل ما تديكي يعني تلعب معاكي اكتر. تمام، خلينا نشوف صاج تاني نبدا نشتغل فيه، عشان انا هعمل واحد بس وهطلع فاصل هوريه لكم بس كده. معانا مين يا فندم؟ يا الاء. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا استاذه الاء؟ الحمد لله. حضرتك ازيك، اخبارك ايه، كله تمام؟ معلش يا الاء اتصل بينا تاني. الاء احنا اسفين. نفس الكلام، نقطتين اتنين من الزيت مش كتير. بعد كده تقوموا واخدين ده اهو كده اهو حاطينه هنا. واهم حاجه في المحسن، اللي هيجيب محسن ما يزودش. هي معلقه كده اهوت، معلقه كبيره ممسوحه كده اهوت زي ما احنا حطيناها، هتطلع معاك ان شاء الله الحاجه مظبوطه وتمام التمام، ما فيهاش اي مشكله. هنخفض كمان خفقه كده بسيطه هنا. نفس الكلام هفرد، ودرجة حرارة الفرن تكون مظبوطة معايا. تمام، يطلع بقى من الفرن اللي بيحصل بتسيبيه يهدى بالظبط 5 دقايق
وبعد 5 دقايق بتقوم حاطه عليه ورقه زبده وتقومي قلباه على ورقه الزبده ده. تمام؟ ليه بقى؟ عشان وهو لسه فاتر كده ورق الزبده لما تيجي تقلبيه عليها، فلما تيجي تشيلي ورقه الزبده عليه من فوق بتلاقي القشره بتاعته طلعت، فمش محتاجه ان انت تقشريه. تمام جدا. ايه الصاج التاني بقى هنعمله كده اهوت، ايه في الفصل الايه التاني ان شاء الله واحنا شغالين. تعالوا نبدل بس الصاجات ديت. حط ده فوق وده تحت، وهنا ببدأ ان انا ادخل الفرن اهوت على درجة حرارة نفس الكلام 180، وهيطلع ان شاء الله واوريهولك هيبقى عامل ازاي. طيب هناخد بقى فصل ان شاء الله، ما تنسوش تشاركوا في مسابقه، مسابقه برنامج المطعم على قناه بي ان سي. هنبدا بعد الفاصل ده اهو ان شاء الله هنطلع عندنا الاسبونج بتاعنا يبرد، ولازم يبرد في الثلاجه. يعني انا عامل نصاجين وصاجين قبل الهواء وسايبهم في الثلاجه عندي يبردوا، ما ينفعش يشتغلوا فيهم وهم حتى دافين، لازم يقعد 4 ساعات او 5 ساعات في الثلاجه عشان نعرف نشتغل فيهم ونطلع احلى جاتوه منهم. ان شاء الله بعد الفاصل هنبدا نشتغل في الموضوع ده، مسابقه برنامج المطعم. زي ما اتفقنا تقدري تخشي على المسابقه وتكسبي عندك البوتاجاز ده عن طريق اجابتك على السؤال اللي موجود قدام حضرتك. عشان نحط لما نشوف نعرف صلاحية البيض ازاي، بنحط في ايه 1 ميه 2 ليمون 3 خل. قدامك الارقام التليفونات سواء الموبايل او الارضي. هناخد فاصل ان شاء الله وبعد الفاصل نواصل. اهلا بيكم، رجعنا تاني بعد الفاصل. هنا بقى الكيكه الاسفنجيه بتاعتنا، كل ما زي ما اتفقنا الاسبونج بتاعك بيبرد كل ما يكون افضل بكتير جدا انت تقدري ان انت تتعاملي معاه ويطلع معاكي مظبوط. تمام؟ طيب هنا بقى بقوم جايب عندي لما تيجي نقشره عندك طريقتين اتنين للتقشير، وهو دافي بتقوم حط عليه ورق الزبده وبعد كده بتسيبيه يقوم تقوم حط عليه الفرخ التاني او صاج عليه من فوق فبيعرق، فلما بيعرق بتيجي تشيلي ورق الزبده من فوق فبتلاقيه يتقشر معاكي بمنتهى السهوله. طب لو ما عملناش كده بالترانش بتاعك اهوت قدام حضرتك كده اهوت، بس بالراحه طبعا. بصي وترجعي وتخشي، وترجعي وتخشي كده كده، تفهم ازاي؟ كده اهو اهو، تقومي مطبقه ديت كده اهوت القشره ديت، وتقومي ايه شايلاها كده في جنب. بص بقى عامل ازاي من هنا. تمام، نقوم لفينها عشان كله يطلع مظبوط اهو. ده اهو الترانش اللي معايا ده هو بيفرق عن اللي هو موجود في ده. بص يا رب يكون موجود. فين الترانش اللي كان هنا اللي بقى موجود هنا؟ اللي بقى موجود مع الاطقم اللي هي بيبقى الصغير اهو، هوريه لكم اهو. بصوا هو بيفرق، بيفرق بقى. بص السمك هنا، السمك هنا تلاقيه حاجات كلها مهمه والله. يعني بص السمك هنا تلاقيه تخين شويه وتلاقيه ناشف جدا جدا. بص عامل ازاي ده، بصي
وده مهم جدا. اللبه دي مهمه، يعني لما يبقى ماسك لين كده في ايديكي ده مهم جدا، عشان لما تيجي تودي تعملي كده بياخد ويدي معاكي زي السكينه في الحلاوه، ما تقطعش منك الاسبونشايه تطلع معاك الحاجه ايه مظبوطه. والله بقى انا بتكلم بجد ما بهزرش. لكن ده غشيم، ده غشيم، ده احبوش انا اشتغل بيه. وتاني حاجه ده مثلا لما اجي اقشر من هنا فبص بيجيب لحد فين، التاني بص بيجيب فين، يعني لا فرق. ورق الزبده اللي تحت اهيت تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، سليك الحروف الاول بكده اهوت، وتبداي تشيلي عشان كل حاجه تبقى تطلع مظبوطه معاكي. وتعالوا نجيب عندنا، اطلع عندنا الاسبونج الشوكولاته اهي دي، يبقى كده الفانيليا، وادي الشوكولاته اللي احنا طلعناها، والشوكولاته جابت اقل شويه فحطيتهم في صينيه، وهو طلع لك الصينيه دلوقتي. يبقى دي الكيكه الاسنجيه اللي احنا عملناها وبدانا اللي احنا نبرد عليها عشان هوريها لك تبقى عامله ازاي. بجيب عندي شربات بقى اللي هي كوبايه ميه وكوبايه سكر على النار، كوبايه سكر وكوبايتين ميه على النار، ويغلوا بديهم عصير ليمونه واسيبهم يبردوا، او تشتغلي بالكمبوت اللي هي ميه الكمبوت نفسها بتاعت الخوخ مثلا، لكن الشربات افضل بيقعد معاكي فتره اكتر. هجيب عندي الميه والسكر ونبدا نسقي. ده شيء جميل. وبعد كده اهوت بقوم واخد عندي الكريمه، كريم طبعا كريم شانتيه، تقومي جايباه اللي قلنا قبل كده الكوبايتين، الكوبايه عليها 3 كوبايات من حليب يكون في تلج، حليب افضل من الميه في الكريم شانتيه، بيدي طعم افضل يعني. واوزع عندي الكريمه كويس جدا، ولازم بعد ما يتحشي ما هو عشان تطلع شويه جاتوه محترمين بقى، يعني احشيه وحطها عندك في الفريزر، يعني اي جاتوه كده تحشيه، خصوصا الكيكه الاسفنجيه ده حطيه عندك في الفريزر وشوفي الجمال بتاعه يبقى عامل ازاي بقى وانت بتقطعيه بقى. يا ام يوسف. الو، ازيك يا ام يوسف؟ ازيك يا شيف محمد؟ اهلا يا ام يوسف، ازيك؟ الحمد لله تمام. احنا اولا بنشكرك على كل اللي بتعمله بجد، بنتعلم منك حاجات كتيره حلوه. ربنا يخليك يا ام يوسف، والله تسلمي، الله يعزك يا رب. ربنا يخليك، شكرا. ربنا يخليك شكرا يا ست الكل. انا متصله اشكرك. ربنا يخليك يا فندم، اشكرك، ده انا بشكرك على اتصالك. شكرا يا فندم، شكرا يا ام يوسف، مع السلامه. هجيب بقى الايه الاسبونش اللي هو الشوكولاته، تقومي حطاها فوق الطبقه اللي هي الفانيليا تمام. نشيل الزيادات دي كده من هنا، وبعد كده نضغط ضغطه كده محترمه. تمام، تقومي اديها الشربات اللي انت عايزاها. استاذه ايه ازيك؟ الله يسلمك. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا. اهلا وسهلا، اتفضلي. ايوه انا عندي لبن دايت في الثلاجه، وعادي لو عملت بيه كيكه؟ لبن ماله بقى؟ قطع؟ سايح؟ بايت؟ طبعا، ايه المشكله؟ ماله يعني؟ طب يعني الكيكه يعني مش هيجرى لها حاجه يعني؟ خالص طبعا. طبعا طالما مش قاطع وما فيهوش مشكله اعملي اشتغلي بيه عادي طبعا. طيب ماشي. وازاي حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله تمام، ربنا يخليك، تسلمي. يلا ماشي، مع السلامة. بارك ايه، مع السلامة، مع السلامة.
واخر طبقه زي ما اتفقنا هنحطها من الفانيليا عشان نبدا نقطع الجاتو ونبدا نشكل بقى زي ما احنا عايزين. بسم الله. مهم جدا بقى كل الطبقات تكون قد بعضها. وبعد كده نقوم واخدين عندنا خلينا ممكن نحشي شويه حاجات كده لزاز، جوز هند مثلا محمص عليه كده من فوق، جوز هند كده محمص كده حاجه جميله جدا. عاش خير الله ينور. جوز هند بجيبه بحطه في الفرن يتحمص معايا فبيطلع عندك بالشكل ده، تمام؟ بس قبل ما احط الكيكه ده ممكن يفصل مني، فبعمل ايه؟ بالاسباتيولا كده وندخل الاثنين مع بعض. ليه بقى؟ عشان حضرتك لما اجي احط الكيكه كده اهوت عليها من فوق تطلع الحاجه ايه مظبوطه. اخر طبقه يا مدام سميحه. اهلا شيف محمد، ازيك؟ اهلا وسهلا، ازاي حضرتك يا مدام سميحه؟ انا مبسوط قوي اول اللي عرفت اتصل بيك النهارده. الله يخليك يا فندم، ده سعاده لينا والله. انت شيف عالمي ومعروف وفي امريكا اولادي بيشوفوك على النت والله سلمين عليك، ويقولوا لي تعال يا ماما شوف الشيف محمد اللي انت بتحبيه اهو. سلمين عليهم كتير، ربنا يبارك لك فيهم ويرجعوا بالسلامه. ربنا يخليك، ربنا يخليك. الله يخليك. دلوقتي انا عندي مشكله، كنت محوشه في الفريزر كميه مانجا كتير على اساس ان هم جايين من امريكا السنه دي ان شاء الله يرجعوا بالسلامه. حصل ان طبعا أيوة. حسب الظروف ما جوش. ايوه. فاعمل بيها ايه بقى؟ يجي 10 كيلو مانجا. 10 خليهم في الفريزر زي ما هم، مش هيحصل لهم حاجه. يعني ازاي يعني؟ يقعدوا السنه الجايه؟ يقعد انت ممكن تعملوا بهم ايس كريم لو عايزه تشتغلي بهم ايس كريم. قد ايه يعني ده كميه؟ اعمل ايه ده الواحده كيلو؟ الواحد انت عندك كام كميه قد ايه طيب؟ هم 10 مانجات بتاع مثلا 9 كيلو 8 كيلو. طيب خلينا نبدا باول حاجه كده، بسم الله الرحمن الرحيم. كريم شانتيه انت بتخفقيه وبتحط عليه حليب مكثف، وبعد كده بعد ما تضربيهم كويس جدا بتقومي حاطه عليه المانجا بس تهرسيها كويس جدا وتقلبيها مع سنه لون اصفر، وتقومي حطاها في الفريزر. يبقى كده عندك مانجا محترمه جدا، وانت بتحطها في الفريزر وهي طريه تقومي حاطه معاها مكعبات مانجا صغيره. ده بالنسبة لأول حاجة. تاني حاجة، وإحنا كلنا بنخزنها عشان العصير، اشتغلي منها عصير من دلوقتي، تمام؟ رابع حاجة، هتخش بحاجات كتير جدا المانجا من الأسبوع الجاي، فتابعينا إن شاء الله في البرنامج يا ست الكل، وإن شاء الله هبدأ أعمل لك الحاجات أصناف كتير بالمانجا. وسلامي لأولادك وربنا يرجعهم لك بالسلامة إن شاء الله. شايفة الضغطة ديت مهمة جدا، بجيب صك دوت وببدأ إيه أضغط كده تمام على الكيكه بتاعتنا عشان تطلع معايا مظبوطه. وبعد ما ضغطت بقى لازم تتخش الفريزر بورقه الزبده عليها كده من فوق قبل ما نشيل حاجه. لازم تحط في الفريزر زي ما اتفقنا ساعتين ثلاث ساعات. ليه بقى؟ لما نيجي نقطعها تطلع معايا 10 على 10، تقطيعه تطلع مظبوطه، الطبقات تطلع محترمه جدا. لكن احنا بس عشان وقت الهواء فهشتغل على طول. يا استاذ سيد. الو، ازيك يا استاذ سيد؟ ازيك يا شيف محمد؟ ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا. الحمد لله، كل سنه وانت طيب يا شيف. وانت طيب يا محترم، ربنا يعزك. كنت عايز ابعت يا شيف تهنئه بس لاختي واخويا. اتفضل، طبعا الهوا مع حضرتك، اتفضل. كنت عايز ابعت تهنئه لشمس ناصر عنها بمناسبه دخولها الثانويه، ومحمد ناصر بمناسبه دخوله الاعداديه. بسم الله ما شاء الله. واقول لهم ربنا يوفقكم وتنجحوا ودايما ناجحين يا رب. اللهم امين يا رب، اللهم امين يا رب، اللهم امين. وكنت عايز اعرف يا شيف بعد اذنك طريقه اللازانيا. من عينيا الاثنين. حاضر حاضر يا عم سيد، حاضر هنشرحها لك ان شاء الله باذن الله من عينيا الاثنين. انا هاخد دي تمام وهودي فين؟ عندي الفريزر، هقعده كده بتاع حوالي ايه يعني 10 دقائق كده ولا حاجه. ال 10 دقائق كده بتوع الاعلانات كده نحط فيهم عندنا الكيكه بتاعتنا في الفريزر، وبعد ما نرجع ان شاء الله اهيت. وفي سوبر تبريد يعني اهوت، نقوم ضاغطين عليه سوبر تبريد فتبرد الحاجه على طول. خمس دقائق الم حاجتي واظبط دنيتي عشان هنبدا ان شاء الله نزين الجاتو ده ونشوف ازاي نقطعه ونعمل له ديكورات محترمه جدا بعد الفاصل.
اهلا بيكم، رجعنا بقى تاني بعد الفاصل. يعني خدنا الكريمه وحطينا طبق عليها من فوق، وابدا ان انا اجيب عندي الترانش كده اهوت، وابدا ان انا ابص امشي كده واحده واحده اموجها، وبحيث برضو ان انا اطلعها كلها تبقى ايه مقاس واحد، وفي الاخر وفي الاول في الاخر تكون كلها سوا واحد من فوق زي ما انت شايفه الشكل ده. تقومي جايبه ايه بقى؟ نبدا اول حاجه اجيب منديل هنا، تمام، وابدا اجيب عند الحروف ديت وتقومي شايله الحروف ديت من هنا كده اهو، تنضفيها وتلف الصاج نفس الكلام برضو. الخامه نظيفه ما فيهاش حاجه، فما تقلقيش من اي حاجه. نفس الكلام كده اهوت، تقومي لفه ميه سخنه، ده اهم حاجه، يعني طالما نقطع جاتوه يبقى لازم ميه سخنه جنبك. تمام تمام، نقوم لافين دي كمان من هنا، حاطين في ميه سخنه ومسحين بمنديل. وانت عايزه تعلمي الاول علمي كده اهو، تمام، تعلمي كده، عايزه تعلمي، وبعد كده ننزل نقص. تمام اهو قدام حضرتك اهو، نقوم ايه شايلين الباقي ده بقى ايه بوبس كيك. والله يعني اظن الناس كلها عارفه البوبس كيك بيتعمل ازاي، عن طريق الحاجات اللي بتطلع دهيت ما فيهاش اي حاجه خالص، او تعمليها في كوبايات وكاسات. تمام، الحاجات اللي بتحط دهي دي اللي بتتشال، دي بتضربيها وتهرسيها وتعمليها كويرات وتحطيها تغطسيها في شوكولاته تطلع معاكي 10 على 10. مدام هدى معانا؟ ايوه. ازاي حضرتك يا مدام هدى؟ الله يسلمك، ازيك يا شيخ؟ يا اهلا وسهلا يا فندم. ايوه يا فندم اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ اهلا وسهلا. الله يسلم، انا اول مره اكلمك. اهلا وسهلا. ازي صحتك؟ الحمد لله يا فندم. الله يسلم، بنتفرج عليك ونعزك، ربنا يكرمك يا رب. ربنا يعزك يا فندم، الله يعزك يا رب. الله يخليك. تسلمي. بعد اذنك المقادير بس دي صورها، انا حطها نصورها مع الاذن. من عينيا الاثنين. حاضر. حاضر يا فندم، هنزلها حضرتك تاني دلوقتي. تحت امرك. شكرا لحضرتك جدا. هنا دي انا هتبقى كبيره فهعمل ايه؟ ايوه واحد كده، الطول ده حلو. تمام، ادي واحد، ادي اتنين، تلاته، اربعه. جميل، قسمت الاول كده اهو، وبعد كده ابدا ان انا اعمل ايه؟ اقوم نازل كده. تمام زي الفل. بسم الله الرحمن الرحيم. كل واحدة بقى خدها، تمام؟ وناخدها هنا على البلانشن اهوت، وايه ونقعد ايه يعني نفنن فيها. فكل واحدة كده تقوم واخدينها، كل شيت كده تقوم واخدينه. تمام؟ زي ما حضرتك كده شايفة قدامك اهوت. وبص الجاتوه هنا وبرده الصاج هنا عامل ازاي؟ الـ نفس الكلام اللي بقول لك، لو انت حطيت الحاجات دي في التلاجة صدقيني الموضوع هيبقى فارق كتير قوي. هبدا اجيب انقطع تمام قدام حضرتك اهي. بسم الله، كله يبقى مقاس واحد، ما تحاوليش تخني واحده وترفعي واحده. دي طيب دي كده اوعى من جايبها كده، فاهم قصدي ايه؟ يعني دي في الاخر دي لما لقيتها مش هتجيب اتنين فبقت جابت اتنين بالشكل اللي حضرتك كده شايفاه، قسمتها مثلث، جيت من هنا وقمت قاسمها على اتنين، فالموضوع سهل. تعالوا ايه نبدا نجيب دي نحط عليها كريمه. مين يا فندم؟ يا حازم. الو، ازيك يا حازم؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ كله تمام.
يا رب دايما. امورني يا حازم. انا عايز اتعلم وجبه الجمبري. هتعمل فيها ايه الجمبري؟ هتقليه مثلا؟ ايه هتعمل فيه ايه الجمبري؟ هتقليه ولا هتعمل فيه ايه؟ لا ليه هتقليه صح. أوه. حاضر من عينيا الاثنين. حاضر يا حازم. شكرا يا حازم، مع السلامه يا حبيبي. تمام بكريمه. وبعد كده نبدا نديلها ايه؟ بص انا بعمل لك ابسط واحده والله، يعني ابسط حاجه بعملها لك كريز. اللي انت هتعمليه في البيت لو طلع معاك مظبوط مش هتفكري تجيبي جاتوه من بره خالص. يعني بصي اسهل امكانيات اهوت انا شغال لك بيها ومش معقد لك الدنيا. كريمه وسبونش حتى الان، وادي الكريزه من فوق. والله بقى اي مكسرات عندك تقدري تشتغلي بيها. وشوية ايه فستق عليها كده من فوق. تمام؟ يبقى دي مش هنزود فيها حاجات تانية ولا هتيجي فيها حاجات تانية. أول حاجة هنقوم جايبين عندي أطباق راك، وزي ما اتفقنا أطباق راك تقدري تحصلي عليها من شركة برايتز هاوس، هي الشركة الأم لمنتجاتنا اللي احنا شغالين بيها، سواء أطباق الميلامين اللي قدام حضرتك أو أطباق الصيني أو حلل الضغط سلامبوش. أأمن حلة موجودة في مصر، أأمن حلة ضغط موجودة هتلاقيها موجودة في مصر، أو أطباق راك اللي احنا شغالين بيها ديت، تقدري تخشي على الصفحة عندهم وتختاري اللي حضرتك عايزاه. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله الاسبونشايه كبيره. يعني مش عارف هنفتح بقنا ازاي واحنا بناكلها، بس هي شكلها حلو. يا كل يعني الفكره لو انت عايز تقلليها عن كده شويه قلليها، يعني عايزه تعملي الفرخ على اتنين مفيش مشكله، لكن هي تخينه قوي، فانت لو عايزه تقللي ديت شويه قلليها مفيش مشكله. تمام؟ لكن حاجه بسيطه جدا وسهله هي، تقدري انت تعمليها عندك ان شاء الله. ربنا يخليك حمدي. هناخد المثلثه ديت ونحطها هنا كده. تمام؟ وهنكمل ان شاء الله. معلش يا حمدي. مين معانا؟ مين استاذ حمدي؟ استاذ محمد. الو استاذ محمد، ازي حضرتك؟ تمام الحمد لله. حضرتك كنت عايز اعرف طريقه عمل التشيز كيك. التشيز كيك عينيا الاثنين. حاجه تاني؟ لا شكرا. شكرا استاذ محمد. على فكره انا من سهرات. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، ده حبايبنا واهلنا والغاليين. من عينيا الاثنين يا محمد اقول لك حاضر التشيز كيك. حاجه تاني؟ شكرا يا محمد باشا، الف سلامه حبيب قلبي. خدنا ديت خلاص اهيت. تعالوا نعمل حاجه تانية، هعملها على شكل الشكل اللي انت شايفاه ده. ازاي؟ خلي بالك من التقطيع. ادي واحده اتنين تلاتة. لا خلينا مش نلخبط، هنخبط خطة تاني. بالظبط كده وبالظبط كده وبالظبط كده. يا أستاذة مي. ألو أستاذة مي، ازيك؟ الله يسلمك. أهلا وسهلا. الله يسلمك. اتفضلي يا أستاذة مي، سامعك. انا اول مره اكلمك. ده على دماغنا والله. انا عايزه طريقه عمل البوتفور. الايه؟ البوتفور. البوتفور. حاضر من عينيا. حاضر يا مي من عينيا الاثنين. ضرري معلش. حاضر. كيلو زبده، كيلو زبده 350 جرام سكر باودر، 5 عدد بيض باك ويند، 2 فانيليا، كيلو 250 جرام دقيق. بس تضرب الزبده والسكر كويس جدا والفانيليا، بعد كده بتحط البيض واحده واحده، بعد كده لما الزبده توصل كريم ولونها ابيض بتحط عندك الدقيق كيلو 250 جرام، تدخلها الفرن على طول على درجه حراره 180، يطلع معاكي مظبوط ان شاء الله. شفت انا عملت دي مربعات اهيت. بصي بقى تقومي جايه من هنا كده وتقومي قسمها ديت الواحده دي على اتنين. باينه يا حمدي اللي احنا بنعمله ده؟ اهو كده اهو.
اللي انت عايزه يا باشا، اعمل لك اللي انت عايزه. وهم بقى ماشي تمام. تمام يا حمدي اهو. كده كده. تمام. وبعد كده بتقوم واخده عندك جوز هند عليها كده من فوق. مين معانا يا استاذه؟ مين معانا؟ استاذه مي. يا استاذه مي معلش حضرتك تسيبينا تاني يا استاذه مي. ماشي يا فندم. في اسهل من كده؟ مفيش اسهل من كده. طيب ايه اللي احنا ممكن نعمله تاني؟ كيوي نقوم حاطينه كده عليها من فوق. هتستمتعي بالجاتوه وانت شغاله فيه لو فكرت ان شاء الله ان انت تشتغلي بيه. بصي بقى تقوم الماسكه ديت. تمام. نقوم حاطين اول واحده هنا وتاني واحده هنا وتالت واحده كده اهو. رسوم ورا بعض. تمام كده اهو. وبعد كده نقوم واخدين عندنا كريز. ده انا خلي بالك انا لسه عامل في صاجين تانيين بقى، في صاج عامله تاني ابيض وشوكولاته. انا عايز اطلع لك افكار والله كتير قوي من ازاي بمنتهى البساطه تقدري تطلعي جاتوه من ابيض او شوكولاته في منتهى السهوله زي ما حضرتك كده شايف. تعالوا ناخد دول ونحطهم هنا برضو. يا كل طبق بصراحه اربع قطع. رغده ارجوك عايز طبق اطباق تانيه راك اللي هي الطويله عشان نبدا نشتغل فيها. بصراحه الاطباق مخليها الحاجه زي ما انتم شايفين شيك جدا. تقدري تحصلي على الاطباق ديت الاشكال اللي انت عايزاها عن طريق الصفحه، صفحه برايدز هاوس. دي الشركه الام. تقدري اللي انت تاخدي منها اللي انت عايزاه ويوصله لحد البيت. طيب ناخد الكلام ده. انا ما اعرفش انا ممكن اجيب لك دي افضل كده. تمام اهو. هقطع لك اخر واحده يا حمدي ونطلع فاصل. من عينيا الاثنين. انا خلاص اهوت اقوم جايب دي كده اهو على اتنين. شفت الصاج ما شاء الله مطلع كميه قد ايه. فصلها كده. صوص الجميل اهو. انا والمصحف عارف ورحمه ابويا عارف انا غلطان انا اشتغلت بيك سودان يا باشا. الله ما بقاش عندي ثقه في حد. ينفعش كده حمد والله. بس يعني بجد يعني ما ينفعش. السوداني اهوت نقوم جايبينه. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى ناخد فاصل بقى حمدي ان شاء الله وبعد الفاصل هنبدا نكمل مع بعض. في اشكال كتير حاجات كتير جدا نبدا ان شاء الله نشتغل فيها ولكن بعد الفاصل. Thank you.
البواقي بقى زي ما اتفقنا بنحطها في كاسات، فبنقوم عاملين ايه كاسات ده هي كده اهوت، بنقوم جايبين كده اهو بالكيس ونقوم مقطعين عليها كده من فوق بالكريمه كده اهو. ولو عايزه تحط معاها فاكهه من جوه تحط فاكهه من جوه. عملت لك اسهل انواع الجاتو اللي فعلا تقدر انت تعمليها. شويه جوز هند كده متحمصين، تمام. وبجيب عندي فناجير راك ونبدا ان احنا نحط فيها الشاي. الطقم على فكره بيجي كله كامل مع بعضه. تعالوا نعمل شكل تاني بسرعه. هنا بقى الموضوع اختلف، كانت ابيض شوكولاته ابيض، دلوقتي شوكولاته ابيض شوكولاته في الصاج ده، تمام. على فكرة كل اللي أنا شغال فيه ده تكلفته قليلة، تكلفته قليلة مش تكلفة باهظة زي ما أنت متخيلة. فبص التقطيعات، بس أنت أهم حاجة تشتغلي بالصنعة المظبوطة عشان تطلعي بفضل الله الحاجة مظبوطة زي اللي قلت قدام حضرتك ديت. يعني الصاج لما أنت تشوفي الصاج ال 30 في 40 ده مطلع كام قطعة جاتوه، ثلاث صاجات سبونج لما تحط فوق بعضهم قطعوا كام قطعة جاتوه. هنضرب 1 2 3 4 في 5 يعني ب 20 او 22 قطعه جاتوه انت عاملاهم بايديكي بالشكل اللي حضرتك كده شايفاه. وفي اشكال كتير قوي، لكن انا عملت لك زي ما اتفقنا اشكال سهله، بس الفكره اللي انا بوريها لك دلوقتي التقطيع. تعالوا نعمل شكل تاني بالتقطيع ازاي نعمله. تمسكي دي كده اهو، تمام، وتقوم واخداها هنا كده. سوري معلش، عشان بس ايه دلوقتي بقى هيبدا يجري. ونقوم واخدين ديت كده اهو بميل، كده اهو بميل، كده اهو، تمام. وبعد كده بنقوم واخدين عندنا الكريمه، كريم شانتيه او كريم نباتي، وهوريكي في الاخر القطعه هتبقى عامله ازاي. ادي الاطباق بتاعتنا نقوم جايبينها، تمام. ونقوم واخدين، بص القطعه دي عامله ازاي اهي، شايف شكلها عامل ازاي. حط يا باشا كده ايه الشاي ده هنا كده وهنا كده عشان هنبدا ايه نختم حلقتنا. خلينا نشوف ازاي نقدر نعمل شكل تاني. ميه سخنه، الترانش بتاعك يبقى مظبوط، الاسبونج بتاعك يبقى بارد، كريمتك تبقى مظبوطه، هتطلعي شويه جاتوه محترمين جدا. نقوم مطلعين ديت اهيت برضو نفس الكلام، حطينا كده. وواخدين عندي صوص شوكولاته، احنا كنا بس محتاجين خلة وانا بشتغل بالشوكة عادي. الشوكة ديت اشتغل معاك حلو جدا. قطعين وخليها تبقى مسايلة كده من الجنب، ها عشان انا قصدها اللي هي تبقى منزلاها كده من الجنب. هوريها لك دلوقتي هتبقى شكلها عامل ازاي، شكلها حلو جدا.
وهجيب عندي طبق. اهيت، ودي كانت حلقتنا النهارده. ما تنسوش تشتركوا عندنا في برنامج المسابقه، مسابقه برنامج المطعم على قناه بي ان سي. ان شاء الله نشوف مين صاحب الحظ اللي هيبقى موجود معانا، ومين صاحب النصيب اللي هيبقى موجود معانا ان شاء الله. يوم الحد الجاي هنبدا نعمل السحب على البوتاجاز اللي قدام حضراتكم. وما تنسوش برضو اي حاجه انتم محتاجينها من الحاجات اللي احنا بنشتغل بيها، من اطباق، من اي حاجه، تتصلوا بشركه برايدز هاوس، وهم بيجيب لكم الحاجه لحد عندكم، لحد البيت، توصيل منزلي، وبتاخدي الحاجه من الوكيل الحصري للحاجه. وفي نفس الوقت الاسعار حلوه جدا اللي انت هتحصل عليها، غير اي مول هتشتري منه من بره. بشكركم جدا، واشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من برنامج المطعم. سلام عليكم.